في الحلقة اللي فاتت دخلت السيرفر متأخر بعد ما ويب باربع ايام، وقررت اعمل كود ريد لقلعة اسطورية وطلع لي تي سي يحلم بيها اي لاعب في راست. وفيديو النهاردة قررت اخد اللود ده كله واروح اريد اكبر قلاع السيرفر. اتمنى ان مكنتش مشترك في القناة، متنساش الاشتراك وتفعل زر الجرس، ولو حابب تنضم تلاقي رابط للانضمام جنب زر الاشتراك. ويلا سوا، لو انت لاعب راست او مشاهد راست او حتى تقدر تشتري راست، فانت جاتك فرصة العمر انك تاخد دولارات وانت بتلعب اللعبة اللي بتحبها. في سيرفر عربي جديد هيفتح يوم الخميس الجاي ده، وعامل مسابقة طول فترة الوايب ان ادارة السيرفر هتنزل كل يوم بيت، واللي يقدر يريد البيت ده اونلاين هيكون ليه 10 دولار. تخيل بقى انك تلعب وايب كامل اسبوع 7 ايام ب10 دولار 70 دولار، ده كله وانت قاعد بس بتلعب اللعبة اللي بتحبها. وان شاء الله هتلاقوني يوم الخميس في السيرفر، اللي عايز يلعب معانا هتلاقوا الاي بي بتاع السيرفر في الوصف والديسكورد بتاعهم في الوصف. انت منتظر ايه لحد دلوقتي؟ فلوس جهلك ببلاش، يلا بسرعة جهز نفسك وجهز تيمك. السلام عليكم واهلا بكم في فيديو جديد في راست، يوم الثالث ولسه ما تريدناش في البيت اللي عملنا كود ريد. طب حلو والله، السيرفر بتاعنا زي ما هو، سكراب تمام، هاي كواليتي كل حاجة تمام. ده طبعا اللوت اللي احنا جبناه امبارح، لو انت ما شفتش اللوت ده فانت فايتك كتير. بتشوف جام باودر وسيلفر وطلع اللوت اسطوري امبارح. تلاقي الفيديو اللي هو بعد الكود ريد على طول، كود ريد والفيديو اللي بعده فيديوهين نار النار، فلو انت ما شفتهمش روح شوفهم بسرعه، لان النهارده ورانا شغل كتير. عندنا بص حوالي 3 قلاع النهارده هنشيلهم من على الارض. لو انت مش مشترك في القناه ما تنساش الاشتراك وتفعل زر الجرس. نفتح بقى ونطلع نشوف البيت ده بقى عامل ازاي. حد حاول يريدنا؟ اوف، دي فاصله ليه؟ ايه ده؟ في محاوله ريت. هات لي السلم بسرعه. محاوله ريت فاشله ولا ناجحه؟ استنى هنتاكد الوقت اذا كانت فاشله ولا ناجحه. هات السلم، لان كان في لادر في الحته دي. اوه ده في رود روف هنا، اعمل لها كلير تاني، ما هي كده كده تبعي. اوه ده منضفينها، التورت اللي هنا اتشالت طبعا، الكود بتاعي ده ما كانش تبعي فانا مش عارف الكود بتاعه. اوف ايه ده اللي جاي مريد من الروف. اوه ده ايه اللي حصل ده؟ يا دوتي، هل ده البت منزل منه شويه حلوين. نزل عادي، بس محاولة ريت فاشلة مش مشكلة. ايه صح، عايز اعرف اللي جه حاول يريدني ده من هنا واحد منكم يا شباب؟ لو واحد منكم يكتب لي في التعليقات. حب اقولك اللوت لسه جوه على، بص لسه الجام باودر موجود، جام باودر موجود، ممكن يخلص النهارده، لان النهارده هنمسح قلاع كبيره يعني. بقول ايه، مش لازم اقف امن على البيت، مش وقته. فايه، هات الروكتات، هات نبدا كده بسم الله 20 روكت تمام. سيب له زيف، محتاج حاجه تاني. هات كمان روكت لانشر عشان ممكن نحتاجه. اعمل لي شويه سلالي عشان هنحتاجوه بنسبه كبيره يعني. يلا بينا 20 روكت، ما اظنش هحتاج حاجه تاني. يلا اللي حاولت تريدني، محاولة تريد فشلة. في 3 بيبان هاي كواليتي كمان، بتعالى المرة الجاية. مش مقفل، يلا. خلينا في اللي احنا فيه، خلينا في الريد. لأن كده بكرة الواي، فمش هتفرق. عايزين نروح بقى نشيل قلعة منهم. في 4 قلاع أو 3 النهاردة عمالقة، عمالقة بمعنى الكلمة. إيه رأيكم نبدأ بالقلعة دي؟ حاجة صغننة أهي. خلي التانيين دول يعني كده نتمسى بيهم. هسيب التورت تضرب علينا عشان شكلها شغال. مركب تورت واحدة فوق ليه؟
توريت. طب ايه ريدو منين ده؟ هاي كواليتي ايه ده؟ ده الباب ده ورا فاضي. لا قول ايه جدراء، يلا جدراء. ايه فحم ايش؟ ماشي، معنى كده ان صاحبه كان اونلاين من شويه. نقول ايه؟ تمن روكتات وندخل، ويلا نستفتح كده حاجه بسيطه كده نستفتح بيها. يلا خلي التورت حاميه من فوق وانا رايد من تحت عادي يعني. يلا الروكت الاخير، يلا انزي. كله هاي كواليتي، كله هاي كواليتي كده. اللوت اللي معايا مش هيكمل، هاي كواليتي مش هيكمل. ايه كمي، ادخل من هنا والباقي بروح اكمله، اضرب ال 11 او 12 روكت دول وبعدين اروح اكمل. الكونديشن راحت، هو عدد بيطيب. احتاج ارجع اجيب كمان شوية تركات عادي، مفيش اكتر منهم عندنا في البيت. جام باودر بالكو، يا حالة 30 40 الف جام باودر. خلصت كده ماشي، مفيش اي مشكلة. راح اجيبه كمان 20 30 روكت واجي حط بيت هنا. ادخل 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 بسرعة. فين 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 الروكتات؟ ادي 8 اظن، هي 8 هيكفوا، ده 8 هيكفوا كتير كمان. محتاج حاجة تاني؟ لا ما اظنش هحتاج حاجة تاني. 8 دول، 8 دول هيكفوا وزيادة كمان. يلا يلا كفاية 8، كفي واطلع يلا. فاضل لك 3 روكتات. شفته؟ جدران بقى بتقع من كل حته. يلا بسرعه يا ابني، فاضل لك روكتين. واحد راح تي سي حلو. طب استنى، لا خلاص كده استنى، غير على الاكسبلوزي بسرعه. رايفل اكسبلوزي، اكسبلوزي رايفل ايه؟ ارفع ملوش لازمة. نزل تي سي، وريني التي سي، وريني لوت لوت لوت. هو ماله الهاي كواليتي النهارده في السيرفر؟ شايفين الهاي كواليتي قد ايه؟ السيرفر مفول هاي كواليتي. هات 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 هات. خلي الحديد، حديد ايه؟ حديد ده ملوش اي لازمة بالنسبة لي. هات ده، حلو حلو. ايه تاني هاي كواليتي؟ حد برضه هاي كواليتي. لا لا السيلفر، خلي السيلفر. ايه ما اظنش هحتاج، مفيش حاجه هنا تاني. باب هاي كواليتي، ايه ده؟ 15 ساتشي. حد ده، حد ده. مفيش حاجه هنا مهمه تاني. طب ايه رايكم نشيل الجراج دور ده وفوق؟ ايه ده؟ طيب بس بتاع كده استنى، نزل حلو فحم. استنى في حاجة كمان نزلت معاه، مش في حاجة باين نزلت معاه؟ لا ايه ده برضو تبع الجراج دور ده ولا تبع الجدار؟ اسف 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 اسف، روق روق. اللي انأذى الجدار ولا البتاعي؟ ايه كان جدار كده. انا وصلت الروف، وصلت الروف وانا تحت. بقول لكم ايه، انا معايا 3 روكتات اهو،
هات كده، في واحد جاهز. ايوه كده مظبوط. شيل الجراجين دول واشوف التاني ده هيطير واللي فوق هيطير. هلا الهاي كواليتي زي ما هو. طب وانا كلمتك انا بضرب مين؟ انت مالك؟ تاير 2 تاير 3. ما فيش حاجه. تاير 3 كل ده خلاص كده البيت ما عادش فيه اي حاجه. خلاص كده البيت اصبح بيت بدون بيت. طبعا فوق هتلاقي الكهرباء اللي ماسكه التوريت. كده كده ملهاش اي لازمه. شلنا البيت، خدنا اللوت، نرجع البيت. بس ما هو دوت اللي طلع 100 100، دول اللي نفع وجالنا شويه هاي كواليتي 10 على 10. نقفل البيت هاي كواليتي كله. يلا بينا كده كل حاجه في الامان. ارجع البيت. العلامه دي خلاص شيلها، خلصنا منها. خش على العلامه اللي بعدها. يا هارد بص كله ردات، يوم الردات، يوم الردات العالمي النهارده. مش هنسيب حد النهارده. هننضف لكم السيرفر بسبب اللوت اللي معايا ده كله. شايفين طب ايه طقم الفحم ده كله؟ فحم ده شفتوا الجن باودر؟ شفتوا الهاي كواليتي لوحده؟ في هاي كواليتي قد ايه؟ 1000 هاي كواليتي يا دوتي. 15 ساتش ملاش لازمه، خلي ال 15 ساتش دول. مش هنستخدم ساتش لان خلي يا سيفورات يا روجتات. ناخد شويه الفحم دول نعملهم جن باودر. 6 سفرات حلوين. 6 سفرات، 6 سفرات دول بس البداية. نعمل كام سفورة؟ 10 سفورات كده 15 سفورة. كام؟ 25 سفورة كده 25 سفورة. نعمل بقى شوية روكتات، نحط دول بس كده. حديد سيلفا وفحم. ادي 100 169. عايز جن باودر؟ مفيش. بص قول لي بس عايز جن باودر وانا هفول لك على طول. 200 هات بقى الميتا البايب. والله اصحاب البيت دول صعبوا عليا. كل اللي انا بعمله بسحب ود على طول. عشرة عشرين تلاتة وعشرين روكيت. خلاص كده. يلا يلا كفاية 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 كده دلوقتي. بقى معايا ايام فضي. وراح اخد كام واحد البيت اللي بعده؟ ناخده 10 من دي و10 من دي عشان ما حدش يزعل. 10 و10. لا مش واخد ساتش، ساتش زبالة في الريق. هات كمان روكت لانشر لان الروكت ده خلاص كده. زين كمان روكت لانشا. يلا بينا على البيت اللي بعده. شفتوا انتوا ريدات اسرع من كده؟ يعني ريد بيوصل ريد على طول. وادي القلعه الثانيه اللي هي موجوده في الحته دي. كده خلصنا. ايه دي؟ شيل دي ملهاش لازمه خلاص. دي فاضل 2، دي واحده منهم. شايفين مليانه توريتات. استنى هوريكم. بس 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 شايفين توريتات ايه؟ صاحبها عامل الطاحونات بره مش عامل طاحونات جوه. شوف شوف عامل ايه اهبل. بص في ناس غريبه كده. انا جايب النهارده الديزاينات الغريبه. شايفين حاطط فيها سيمي. انا بقول ادخل من الجدار مش مظبوط ده. هدخل من الجدار ده على طول. سيفورتي وادخل منه على طول مباشر. عايز استخبى من التوريت دي. ايه ماشي. لا استنى لازم نخلع منها واحده واحده. شوف طريقه نخلع بيها. اهدوا 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 كده اهدوا كده.
نبتلي بدي بس كده عشان الموضوع شكله رزق. ترت لينك ده تضرب عليه لو عملت كده. ضربتش، واللي فوق دي ما ضربتش، خلعت من الاتنين ترت في ضربة واحدة. لو كده مش تضرب عليا. ده ايه الديزاين الغريب ده؟ فينا واحدة كيلو تاني معايا كام سفارة؟ هاتي التمن ده يكونوا مظبوطين. اضربهم على البتاع ده على طول، اديله التمانية هنا ولا ركتاه؟ لا تمن سفارات احسن. يلا سبعة وادي السفارة التامنة. هربان من الاتنين دي، لا دي عارفة تضربني ولا اللي هناك عارفة تضرب. ايه توريني ظهر ايه؟ اصبر، توري التانية دي ولا ايه؟ في توري يا حلاوة، لازم نشيل التوري. فانا هشيلها بالباب ده، اظن هتتقصر. اللي فوق راح. اعرف اضربها من هنا؟ ايوه اعرف اضربها. اوف راح. لا لسه توريت، توريت بالسلامة. في ايه؟ عايز اهرب من اللي فوق. في اي حاجة هنا؟ لا هربنا من دي. اوب حلو اوي الابر دي. يلا هيل وظبط نفسي. الباب ده فاضل له قد ايه؟ انا لما اطلع كده بص في بصه توريت هنا في ايه ده فاضل له؟ استنى هات اكسبلوزيف. انا على الاكسبلوزيف اصلا. وريني بس. روق روق روق. كومبونا هتقتل تراش وهدو. وريني ايه تاني في البوكس ده؟ اسلحة. هات الكيك. في كيت تانية؟ هات الكيك. هات المسرعات. حاجة تانية؟ لا مفيش حاجة هنا مهمة. ايه لها كام؟ طلق. هات طلق الحرق. اي طلق متفجر؟ ما هوش طلق متفجر. اللمبة بتروح وتيجي ازاي؟ طول مش عايز طول. الاقي معايا ايه فوق ده؟ اطلع بص، اطلع خد بصة. اللي كلم معاه تواز. استنى ما غير اللي كلم. ايه ده كهربا؟ طب ما حلو. استنى ما بوظ له الكهربا كلها. اصبر بوظ له الكهربا. اهم حاجه بس ما يكونش في اي توري تاني. ايش بقول لكم دي اهم حاجه. في شويه برانشات اهم. طب اوظهم له تلاقي الكهربا كلها باظت. هم عامل ازاي؟ بص ارجل ارزل حاجة، اول ما تلاقي شوية برنشات اضرب البرنشات تبوظ اي كهرباء. ليه كده دي خلصت كده؟
هات اللي كل اللي بعده. شلنا اول برانش، فصل في حاجة؟ عايز اضربك. طب ايه، استنى استنى استنى، واحدة واحدة. تيرن اون، صح. انا ما وصلتش للتي سي لسه، انا لسه ما وصلتش للتي سي، ما خدتش بالي. انا لسه ما وصلتش للتي سي، استنى يا عم. ارجع ودي له روكي، ما عايز اوصل للتي سي. انا ما خدتش بالي ان انا لسه ما وصلتش للتي سي، عايز ابوظ الطرق ولسه ما وصلتش للتي سي. عندك ايه؟ ايه ده؟ منين دي؟ اللي فوق، خدتش بالي، صح؟ ده مش اللي فوق. ايه ده؟ انا مش فاهم حاجة، مين اللي قتلني؟ ايه، هقوم ولا حب؟ عندي 45% نسبة، قمت. حلو، لان ده ظلم، شفته؟ عشان هي ظلم بس، لان انا انضربت، مش عارف انضربت من ايه. هل اللي فوق هي اللي ضربتني؟ جايز، رايا هيلي خليك ابعد عني. هات 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 الهيل. هات، اقول لكم ايه، ابوظ له كل حاجه. معيش روكت حرق؟ اخ، لو كان معايا روكت حرق، بس مش مشكله. باظت كلها يوم كده. لسه؟ لا شغالين لسه. اظبط السلم هنا، لسه شغالة. باظت، هو روكت واحد بس حل كل حاجة. برانشاء، اي بس انت تعود كده، اول ما تلاقي برانشات اضرب عليه، مالكش دعوة. لوت خايس، لوت خايس. اوبف على الحديد، بس اعمل ايه بالحديد؟ ولا لي اي لازم. شفت البرانشات، ضربت دي بكل حاجه، راح توريت. بس اظن التوريتات كلها فصلت، تلاقي اللي بره كلهم فصلوا. تي سي بقى فين؟ دي الفكره دلوقتي، ده البيت بتاعه. عايز اوصل للتي سي، تي سي اني واحده بقى معايا قد ايه؟ معايا لوت ايه اصلا لسه؟ اه، اللوت اللي معايا مش هيكمل، اللوت اللي معايا مش هيكمل كده عليه هنا. طب ده هيلو لا ده لسه. طب هكمل طوالي بقى بروكتات اللي معايا الاول، اشوف هتودينا على فين. معاك ايه؟ يقول حاتم هاي كواليتي. اما انا بوظت كمية ايكيات وروكتات والروكت لانشر النهارده ده، ولسه بس ده كله في بيتين بس. هات البتي وارمي لي الكي. ادي راح، هات شي فيه روكتات، هحتاج ارجع تاني. ستو ملوش لازمة، اروح وارجع تاني. ماشي سهلة. ارمي يا عمي كباس. بس انا الى الان ما وصلتش المتفجرات، وصلت اسلحه بس. اللي بره فصلت؟ كله فصل خلاص. طب استنى بقى، طالما كله فصل اتفسح بقى براحتي. يا دهوتي، ايه النار، ايه النار، ايه النار، ايه ده كله، ايه ده كله، ايه ده؟ الواد مفولها كلها توريتات.
ضربت له روكت واحد بوظ له كل التريتات دي كلها. المهم اروح افضي اللوت واجيب بتاع واجي على طول بيتي كده كده قريب. ادخل فضي اللي معايا ده كله، فضي في الكومبونة. ما عادش مش لاقي حته افضي فيه كتر اللود، مش لاقي حته افضي فيه. مسرعات من كتر ما بستخدمها بص على بعضه. اخد كام؟ هات 10، 10 روكتات اظن كفايه، وسيفار ما اظنش هحتاج حاجه تاني. ويلا نروح نشيل اللي بعده. هو اوسع افتح جفي نشيله، كمل بقى نوصل لل90. ده هيكون الروكت الاخير في الروكت لانشر ده عشان نرميه بقى. يلا ابعت له. ايه ده لسه؟ لا والله ده انت بتعافر معايا. بس شكرا، وصلنا لنهايتك. خش على اللي بعده. يلا الطير هتروح رخرة بالسلامة. اخر روكيت وريني لوك هاي كواليتي. ايه ده مفيهاش دي فيو؟ في واحدة فيو لاي. تمام. طب لو ضربت هنا في حد مات. ولا هي البتاعة؟ هتلاقي البتاعة اللي تحت. ليني في الركن كده واضرب على طول. اللوك نزل في ايه؟ سيفورة حلوة، كمل بيها. انت شكلك بورنو يالا، انت شكلك بورنو. طب اهو انت شكلك تبعهم يا ابليس. كنه بورنو. طب مش سايبك بقى. اخر روكي. ايه ده اخر روكت مع اخر واحده بقى. حاسب حاسب حاسب. دي سي مفتوحه ولا مقفوله؟ بس مقفوله دي سي مقفوله. ظبط الاكسبلوزي ما ساتش لي. خد ساتش لي بس خلاص كده. هات بقى شويه خشب، شوية خشب، أي خشب بقى، أي خشب أعمل 90. أيوة شفت الروكتات؟ استنى البوكس ده فيه روكتات. بس كده البتاع دي ما بتضربش عليا. إيه ده استنى جت منين دي؟ 13 13 روكت. حارق هات روكت لانشا. خلي البنكي ملهاش لازمة دي خلاص كده. في واحد أهو بالسلامة. تسيفي